بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي ميعادنا مع النشره الجويه بالتفصيل. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون حار على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومدن القناه ومحافظات شمال الصعيد ومدن جنوب سيناء. هيكون شديد الحراره على محافظات جنوب الصعيد. في النهارده رياح وشبوره خفيفه على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر. كمان في فرص امطار خفيفه على حلايب وشلاتين. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو مع دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، الناس كلها بتسأل هل بكده بتبقى انتهت موجات البرد مع ارتفاع درجات الحرارة اليومين دول، وهل ممكن السادة كمان المشاهدين نبدأ بقى نلبس اللبس الصيفي وننزله؟ احنا كنا بنقول المصريين دايما متعودين ان بعد شم النسيم بنبدأ نصيف. بالفعل يمكن احنا بدأنا نشهد ارتفاعات في درجات الحرارة خلال فترة النهار، هو ارتفاع طفيف تجاوزت فيه الحرارة ال 30 درجة مئوية. هي طبعا بتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها بحوالي درجة إلى درجتين. الأجواء بالفعل خلال فترة النهار بنبدأ نتأثر بكتل هوائية قادمة من شمال شبه الجزيرة العربية، فالكتل أو إحساسنا بالطقس خلال فترة النهار بدأنا نشعر أنه طقس حار خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، محافظات جنوب سيناء، أيضا محافظات الموجودة في شمال الصعيد. بيكون معتدل الحرارة على سواحلنا الشمالية، شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترات النهار ومع سطوع أشعة الشمس. لكن مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل الطقس طبعا في انخفاض في درجات الحرارة، وبيبقى في فرق كبير بين العظمى والصغرى. فترة النهار وفترة الليل بتوصل لأكثر من 12 درجة مئوية. الأجواء بتكون لطيفة في أول ساعات الليل، لكن في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر لسه الأجواء مائلة للبرودة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد، معتدلة على جنوب البلاد، ده طبعا خلال فترة الليل. بالإضافة كمان إن بيبقى في وجود نشاط للرياح، دايما نشاط الرياح بنبدأ نشعر بيه خلال فترة المساء بعد فترة الظهيرة وخلال ساعات الليل، بيزود إحساسنا ببرودة الطقس خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. كمان طبعا زي ما حضرتك ذكرت في الأول في شبورة مائية بتتكون في الصباح الباكر على الطرق الزراعية. احنا النهارده واحنا جايين كانت شبورة كثيفة كمان الصبح الفجر. بالفعل هي بتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية بالفعل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكنها بتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس. يعني على الساعة 7 بتبدأ معاها الرؤية بتتحسن على أغلب الطرق، 8 بالكثير والرؤية بتبقى كويسة جدا على كافة الطرق. خلينا نسأل كمان على الشوائب العالقة في يعني في شوائب عالقة، هل ده في نشاط الرياح وهل ده مرتبط بارتفاع نسبة الرطوبة؟ هو بالفعل بالامس كان في اتشبه عالقه على القاهره الكبرى واغلب محافظات الوجه البحري نتيجه ان احنا كنا بنتاثر بكتل قادمه من شمال شبه الجزيره العربيه. الكتل دي فيها اتشبه ورمال مثاره لان هناك في امطار ورياح هابطه ادت لنشاط رياح مثير للرمال والاتربه، فاثر علينا باتشبه عالقه بالفعل بالامس. لكن ان شاء الله اليوم هيبقى في تحسن في الاحوال الجويه، الجو هيبقى صافي ان شاء الله، مش هيبقى في اتربه عالقه، والاجواء دي هتستمر معانا الى نهايه الاسبوع. بالفعل في زياده نسب الرطوبه خلال فتره الليل، عشان كده الشبوره بدات تتكون، بدانا نشوف الشبوره بشكل كثيف على الطرق خلال فترات الليل والصباح الباكر. لكن مع يوم الجمعه القادمه احنا بنقول استقرار في الاحوال الجويه الى يوم الخميس، يوم الجمعه القادمه هنبدا نتاثر بمنخفض خمسيني موجود في الصحراء الغربيه، هيبدا ياثر علينا بارتفاع مؤقت في درجات الحراره على كافه انحاء الجمهوريه. الاجواء هتبقى شديده الحراره خلال فتره النهار، معتدله خلال فتره الليل، هيبقى في طبعا اتربه ورمال مثاره لان هو منخفض خمسيني ربيعي دايما احنا متعودين عليه فصل الربيع، لكن سرعان ما تنخفض درجات الحراره ان شاء الله السبت المقبل. يمكن النصيحه بقى المهمه والاساسيه دلوقتي، ما فيش مشكله خالص خلال فتره النهار نقدر نلبس الملابس الصيفيه ونغير نوعيه ملابسنا، لكن بالليل فترات الليل ممكن يبقى قطعتين ملابس او ملابس صيفيه ثقيله على حسب يعني طبيعه كل شخص. يمكن الاطفال وكبار السن ممكن شويه يبقى لسه ملابس نقدر نقول شويه خفيفه معانا الجاكيت، لان فترات الليل خاصه الساعات المتاخره من الليل والصباح يكون في انخفاض زي ما حضرتك طبعا ذكرتي وقلتي. كمان عدم التعرض المباشر لاشعه الشمس بالظبط خلال من الساعه 12 الظهر للساعه 2 او 3 العصر، ده طبعا هيحمينا شويه من عدم الاحساس بارتفاع درجات الحراره. والشيء المهم
ان احنا نتابع دايما النشره الجويه قبل ما اخرج من بيتي، اعرف ايه الظروف الجويه المختلفه. اكيد كل مشاهدينا بيتابعونا كل يوم في صباح الخير يا مصر بيتابعوا حضرتك والنصائح اللي حضرتك بتديها لنا. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. خلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره والعظمى 32 والصغرى 18، الاسكندريه 26 16، مطروح 22 15، سيوه 31 15، بورسعيد 25 17، دمياط 26 16، الاسماعيليه 33 17، السويس 33 18، العريش 24 16، كاترين 26 13، طابة 30 18، شرم الشيخ 33 21، الغردقة 32 20، الفيوم 33 18، بني سويف 33 18، المنيا 34 17، أسيوط 35 18، سوهاج 36 20، قنا 37 21، الأقصر 38 22، أسوان 39 23، الوادي الجديد 39 21، شلاتين 30 18، وأخيرا حلايب 27 19. أجواء لطيفة والجو الفترة دي لحد يوم الجمعة يكون لطيف ومعتدل. خلوني دلوقتي نرجع مرة تانية لمصطفى وهدير عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.